مشتاق لعيونك، مش طايق الحر. شوف، ما بعرف أطبخ أبدا ولا شيء، يا ملح زيادة يا محروق، ما في أمل يعني. أنسى، ورينا المفاجأة الجاية. ها، ما بخجل خبركن عن، والله بخجل صراحة، بس حقول، مضطر أقول، ما بخجل خبركن عن شقاوتي وأنا صغير. كنت يعني أسوي مشاكل كثير، ويعني ربنا حماني الحمد لله، في أشياء كثيرة يعني تعديت الخطوط الحمراء، بس الحمد لله الأمور طيبة اليوم، أنا مؤدب الآن، هذا أهم شيء. والله لعبتكم هذه رهيبة، بخاف من الفيران صراحة يعني. أنا يعني كنا في يوم من الأيام نتكلم عن في أمريكا، وكانوا معنا يعني جروب ما هو عربي، نتكلم عن شجاعتنا إحنا الشباب، ومر مشكلة مر فار في هذيك اللحظة، ويعني كل الشجعان كانوا فوق الكنب، أنا واحد منهم. عبالي يسافر شي سفرة، والله نفسي أسافر، أبروح اليونان في سانتوريني، في البياض والبحر والموية الصافية. مش طايق لا والله طايق، ما عندي حاجة مش طايقها، مش طايق الشعر اللي في عيني دحين، ماني قادر اشيلها عشان التصوير. ها خلاص، طالما احنا فضحنا المواضيع، ما صدق اني انا كنت احط 4 مخدات وانا صغير عشان اسوق السياره حقت ابويا، كنت اخذها من وراء صراحه. احلى صوت صراحه، من احلى الاصوات اللي اعرفها، وواحد شاب صغير رهيب، صديق يعني يجيني البيت، اسمه محمد حيدر، احلى صوت، بس انتوا لسه ما سمعتوه، ان شاء الله في يوم من الايام يطلع باذن الله، يقرر انه ايش يكون بابليك. اجمل الاصوات العربيه تسمعوها بس في ذا فويس، واحلى واجمل اللحظات حتشوفوها كل يوم سبت في الموسم الخامس من ذا فويس على MBC 1.